الرئيس السيسي يؤكد أن ثورة يوليو ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته، ويقول إن تاريخ القوات المسلحة سيظل حافلا بالبطولات. رئيس الوزراء المجري يدعو إلى محادثات روسية أمريكية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا. منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القردة حالة طوارئ عالمية وأعلى مستوى من التأهب لمواجهة المرض. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. هذا اليوم قبل 70 عاما أشرقت شمس الحرية والاستقلال على أرض مصر بثورة مجيدة دشنت الجمهورية الأولى للوطن وغيرت وجه المنطقة بأسرها. إنها ثورة 23 من يوليو والتي قادتها الإرادة المصرية الخالصة وحمتها العزيمة الشعبية لتدشن ملحمة تتوارث إنجازاتها الأجيال في الداخل والخارج. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 من يوليو مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس. وفي كلمته بمناسبة الذكرى 70 لثورة يوليو، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الثورة قد استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى للدولة وتغير وجه الحياة بشكل جذري، ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها. تحل اليوم الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة التي مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس. فقد استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذري، ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها، وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تاريخ القوات المسلحة سيظل دائما كعهد الشعب المصري بها حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية والتي من بينها ثورة يوليو المجيدة. أشار الرئيس السيسي إلى التفاف جموع وجماهير الشعب المصري حول الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته. سيظل تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة 23 من يوليو منذ 70 عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب، ولتعلن قيام الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة. إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها. فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات
والرئيس محمد نجيب. هذا وقد أكد الرئيس السيسي أنه على يقين من قوة العزيمة للدولة والشعب في الاستمرار بخطى ثابتة من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الجمهورية الجديدة تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، ذلك لبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة. شعب مصر العظيم، إنني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة. ورغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير البواتية، إلا أننا قادرون بإذن الله وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها. وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى 70 لثورة يوليو المجيدة. وفي تغريدة لسيادته على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي، أشار الرئيس السيسي إلى أن ثورة 23 من يوليو ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها ونستلهم من أهدافها السامية روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وأماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية أن ذكرى 23 من يوليو نستلهم منها عبرة لحاضرينا. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت السيدة انتصار السيسي أن هذا اليوم كان واحد من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر، مشيرة إلى تقديم شعب مصر وقواته المسلحة النموذج الأمثل في العزم والإصرار والإرادة ليحيا هذا الوطن في حرية وعزة واستقلال. لم تكن ثورة يوليو حدثا عاديا، بل كانت نقطة فاصلة بين عصرين وبدءا لعهد جديد في مصر، كذلك للأمة العربية التي سارت على خطاها ونالت استقلالها بلد تلو الآخر. فقد سارت ثورة يوليو منهاجا قوميا سارت على خطاه الأمة العربية. دائما ما تتطلع الشعوب للأفضل، تأمل في مستقبل مشرق وجمهورية جديدة يحددون بأنفسهم ملامحها. من هنا انطلقت شرارة ثورة 23 من يوليو، وقام الضباط الأحرار بخطوة جريئة أيدها الشعب المصري، فنجحوا سويا في تحرير البلاد وتحويلها بشكل جذري على كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية، وكذلك بناء اقتصاد اشتراكي قوي يحقق للمصريين أهداف الثورة في الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية. ويعد عام 1952 شاهداً على الثورة البيضاء، والتي غيرت التاريخ المصري تماماً ونقلت مصر من عهد الملكية إلى عهد الجمهورية، فتحول مشهد التأييد الشعبي للضباط الأحرار لتكليف بالاستمرار من أجل تغيير الواقع وتحقيق الاستقلال والكرامة. وحققت ثورة يوليو الكثير من المشروعات الكبرى والإنجازات القومية، مثل زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاحها، فكانت مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مشروعين كبيرين، مشروع مديرية التحرير ومشروع الوادي الجديد، واللذان أضاف إلى مصر مساحات مزروعة إلى مساحاتها التقليدية في الوادي والدلتا. كما قادت ثورة يوليو مجالات التصنيع من منطلق أن الصناعة هي الطريق نحو تحقيق النهضة، فكانت المشروعات الصناعية العملاقة في مجال صناعة الحديد والصلب والكيماويات والدواء والإنتاج الحربية، فتحققت لمصر قاعدة صناعية مكنتها من الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الإنتاج. كما تم الاهتمام بصناعات التعدين والبتروكيماويات، فضلاً عن تنفيذ مشروع السد العالي، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة في تاريخ مصر الحديث، والذي هدف إلى توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية. كما حرصت الثورة على توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لأهل الريف، فأنشئت الوحدات المجمعة بالريف لرفع الوعي العام بين الفلاحين. كما تم تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي. كما تم توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من 70 عاما من الاحتلال، وتم إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة والمراكز الثقافية بهدف تحقيق توزيع ديمقراطي عادل للثقافة. كما اهتمت الثورة بالتعليم لأهميته في بناء الوطن، وقامت سياسة الثورة في التعليم على الجمع بين التربية والتعليم لإعداد المواطن إعداداً سليماً، والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في التعليم بعد أن جعلته مجاناً. كما أنشأت حكومة الثورة وزارة التعليم العالي عام 1961. كما اهتمت بتحقيق التعاون الثقافي مع البلدان العربية الأخرى، فتم إنشاء جامعة القاهرة فرعاً لها الخرطوم، بدأ العمل به في أكتوبر من عام 1955. وقد أعطت ثورة يوليو إشارة بداية صناعة دور إقليمي لمصر عربيا وإفريقيا استمرت آثاره الإيجابية حتى اليوم، لتظل ثورة 23 من يوليو نقطة بيضاء في تاريخ مصر الحديث. هذا ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل عام وفي مختلف المناسبات على تقدير ثورة 23 من يوليو. تلك الثورة التي غيرت وجه الحياة في مصر والمنطقة بأسرها.
هنأ العديد من الزعماء والقادة العرب والدوليين الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 من يوليو المجيدة، وأكدوا في تهنئتهم على أهمية ثورة يوليو في تشكيل المنطقة العربية والنجاحات التي حققتها مصر مؤخرا تحت قيادة السيد الرئيس. هنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن ذكرى ثورة يوليو ستظل خالدة في وجدان الأمة لما حققته من إنجازات على أرض الواقع دعما للشعوب العربية والأفريقية لينالوا الاستقلال. كما هنأت المؤسسة القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى، مؤكدة أن القوات المسلحة قد حملت لواء هذه الثورة لتحقيق آمال وطموحات شعبها في أن يحيا حياة كريمة. نظمت القوات البحرية زيارة لأطقم السفن البحرية التابعة لكل من رومانيا وتونس والجزائر أثناء انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية وقبل استكمال رحلاتها البحرية. كما تم تنظيم زيارات لأطقم السفن إلى الكلية البحرية وعدد من السفن البحرية المصرية للاطلاع على ما وصلت إليه القوات البحرية من تطورات في البنية التحتية ومنظومة التسليح، بما يسهم في تبادل الخبرات، فضلا عن تنظيم عدد من الجولات السياحية والترفيهية للتعرف على أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر. أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للدرجة العلمية بالأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين، ذلك بالتخصصات المختلفة. ويبدأ التسجيل من اليوم ولمدة أسبوعين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية بمنشية البكري بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 727 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو. في منظومة السياسة العقابية الحديثة يأتي التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أساليب تلك المنظومة. من هذا المنطلق أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 727 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 297 بشأن الإفراج عن النزلاء ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، وأقيمت للمفرج عنهم احتفالية بمركز الإصلاح والتأهيل ترى. بصراحة كانت مفاجأة، يعني ساعة نادوا عليا قالوا لي اسمك جه في العفو، أنا يعني كنت مبسوطة حضرتك قوي إن أنا هخرج لأولادي يعني هرجع لعيشتي الطبيعية بقى الحمد لله، يعني والحمد لله يعني ربنا وفقني. الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا بشكره جدا إن أنا خارجة لأولادي وفرحانة جدا إن أنا هخرج لعيالي. فرحة كبيرة على وجوه المفرج عنهم بعد أن منحهم العفو الرئاسي فرصة جديدة للحياة. كل اسم من هؤلاء كأنه يولد من جديد وهو ما عبروا عنه. بشكر السيد الرئيس، بشكر وزارة الداخلية. العفو بيدينا فرصة إن احنا نبدأ حياة جديدة ونبدأ حياة كويسة في وسط أهلينا. تم تأهيل المفرج عنهم قبل الإفراج عنهم ليتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع
ويحصلوا على فرصهم في بداية حياة كريمة من خلال برامج تأهيلية وإصلاحية متطورة مطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب الرعاية الاجتماعية والمعيشية والتعليمية والصحية المقدمة لهم، والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحرص مصر على تطبيقها. اللي أنا تعلمته جوه كتير، وأن أنا أقدر أعلمه البنات كمان واستفاد منه واكسب منه وما ارجعش اللي انا كنت فيه طبعا. خلاص كل اللي فات انسى، ومن بكره اللي جاي حياه، ومستحيل في يوم ترفض حياه افضل. تلك هي اللحظه الاهم للمفرج عنهم، ان يلتقوا بذويهم بعد مدد متباينة قاضوها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً لعقوبات، فالفرحة كبيرة، فهي البداية الجديدة لهم للسير على الدرب الصحيح. تشكر يا سيادة الرئيس، تشكر يا سيادة الرئيس. حبيبي الرحيمي، قلبي ده، قلبي، قلبي. تحيا مصر، وربنا يخلي السيسي يا رب. تأتي المناسبات القومية والوطنية كالاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي ليبدأوا حياة جديدة عقب تأهيلهم وإصلاحهم وتقديم الرعاية لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. فالتوسع في الإفراج بالعفو الرئاسي أحد أهم أساليب السياسة العقابية الحديثة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت ما يقترب من 44 طن من المواد الغذائية. هذا وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 17.5 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط أكثر من 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تم ضبط 605 قضايا، من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن، و147 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز، فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 71 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. التقى سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي مع السكرتيرة العامة للمفوضية الأوروبية إيلزي جوهانسن، وذلك خلال لقاء أكد فيه الجانبان أهمية الحفاظ على الزخام الذي تشهده العلاقات الثنائية، وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المختلفة، لا سيما في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية والمتجددة والنظيفة. وذلك في ضوء استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم. أكدت المسؤولة الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم كافة أنواع الدعم للرئاسات المصرية للمؤتمر. كما بحث الجانبان أزمة الغذاء العالمية، وتم التأكيد على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم للدول الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية. أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنه لا خروقات للصمت الانتخابي للتونسيين بالخارج في عملية الاستفتاء على الدستور. من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي على الأهمية الكبرى التي يكتسبها الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد كمحطة في المسار التصحيحي للديمقراطية. ودعا الجراندي كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس بالخارج إلى مواصلة الجهود من أجل إنجاح عملية الاستفتاء بالخارج، كذلك توفير أفضل الظروف لتمكين الناخبين التونسيين المسجلين بالخارج من ممارسة حقهم الانتخابي. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر إن كل مراكز الاقتراع على استفتاء الدستور في الخارج فتحت بموعدها، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه تم فتح المجال للناخبين الراغبين بتغيير مراكز اقتراعهم منذ شهر، لافتا إلى أن الاقتراع بالخارج يمتد على مدار 3 أيام. فتح مكاتب الاقتراع بالخارج وذلك استثنائيا بداية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء بالنظر إلى
ضرورة احترام التوقيت الموجودة في بلدان الاعتماد حيث توجد مكاتبنا ومراكزنا. انطلاق عملية الاقتراع بالنسبة لتونسينا بالخارج التي تمتد على 3 أيام، أيام 23 و24 و25، كان تم الانطلاق ليلة البارحة 22 جويلية على الساعة 11 ليلا، وهو مكتب سيدني. وشهدت مكاتب أخرى في العواصم الأوروبية والدول العربية إقبالا من التونسيين للمشاركة في التصويت على الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد. وفي سفارة تونس بالقاهرة أدلى التونسيون اليوم بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، هذا ويشارك أكثر من 356 ألف تونسي مسجل بالخارج في الاستفتاء على الدستور. هذا وقد بدأ التونسيون بالخارج في التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد ولمدة 3 أيام. وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج في مدينة سيدني باستراليا. تستعد تونس لمرحلة جديدة من تاريخها من خلال عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الذي انتظم في الخارج اليوم لينهي مرحلة حالكة من التاريخ التونسي بإصرار من الرئيس التونسي قيس سعيد ودعم شعبي كبير. ويتضمن مشروع الدستور التونسي الجديد 142 مادة ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة ليخدم مصالح البلاد ويحقق رغبة الشعب في المسير نحو مرحلة جديدة من البناء والتقدم. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر قال إن المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول الدستور الجديد هو عدد المشاركين، وأكد الاستعداد التام لتنظيم الاستفتاء في أحسن الظروف، وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين بالاستفتاء بلغ 9.3 مليون ناخب، مضيفا أن هذا الرقم يتضمن أكثر من 356 ألف تونسي مسجل بالخارج. ويأتي هذا الاستفتاء بعد أشهر قليلة على استشارة شعبية دعا إليها الرئيس التونسي لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بعد أزمة سياسية حادة اتخذ على إثرها سعيد إجراءات استثنائية لحماية الدولة التونسية. وفي ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى إجراء محادثات بين واشنطن وموسكو بهدف وضع حد للأزمة في أوكرانيا. وانتقد أوربان العقوبات الغربية الجديدة على موسكو، لافتا إلى أنها غير فاعلة ولن تغير الوضع. كما شدد رئيس وزراء المجر على أهمية ألا يصطف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأوكرانيين، مشيرا إلى أن أوروبا يجب أن تكون على الحياد في هذا النزاع. أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الهجوم على ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، والذي وقع بعد ساعات فقط من توقيع موسكو وكييف اتفاقيات للسماح باستئناف صادرات الحبوب. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد من الكونغرس الأمريكي، حيث شدد زيلنسكي على أن أوكرانيا ممتنة بشكل خاص لنظام هيمارس الصاروخي الأمريكي والذي عزز القدرة القتالية الأوكرانية بشكل كبير. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الهجوم الصاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني. وطالب غوتيريش بالتنفيذ الكامل لاتفاق استئناف تصدير الحبوب لمواجهة أزمة الأمن الغذائية. وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن صواريخ روسية قد أصابت ميناء أوديسا الميناء الرئيسي على البحر الأسود غدا توقيع موسكو وكييف لاتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية. تبعات متعددة الأبعاد للأزمة الأوكرانية، فبينما تواصل روسيا وأوكرانيا تقوية صفوفهما نحو مزيد من الانخراط العسكري في الأزمة، وقع الطرفان على اتفاق يسمح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ،
فيما أكد مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة أن المنظمة تتوقع البدء في تنفيذ اتفاق استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود بكامل بنوده في غضون أسابيع قليلة، وإعادة الشحنات إلى مستويات ما قبل الحرب والتي تبلغ 5 ملايين طن شهرياً، خطوة أولى ربما تسهم في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية، كون روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدر الغذاء في العالم. إلا أن العمليات العسكرية الروسية أدت إلى إغلاق الموانئ الأوكرانية، مما تسبب في منع تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في الصوامع الأوكرانية، ومن ثم في ارتفاع أسعار الحبوب في مختلف أسواق العالم. الأمم المتحدة أكدت اتفاق الأطراف على الخطوط العريضة للمبادرة بما يشمل تحديد الموانئ المعنية وإنشاء مركز لمراقبة وتفتيش السفن وما إلى ذلك، مضيفة أنه لا تزال هناك مشاكل ثانوية يتعين حلها خلال أسابيع قليلة قبل تنفيذ المبادرة بالكامل. مسؤول الأمم المتحدة أشاروا إلى أن الخطة ستكون موضع التنفيذ في البداية لمدة 120 يوماً على أن تكون قابلة للتجديد، وأضافوا أنه قد يكون هناك تحرك أولي للسفن لإظهار مدى نجاح عمل الآلية، وبموجب الخطة سيقود مسؤولون أوكرانيون السفن عبر قنوات آمنة وسط المياه المليئة بالألغام إلى 3 موانئ من بينها ميناء أوديسا الرئيسي، حيث سيتم تحميلها بالحبوب قبل خروجها من المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود لتعبر مضيق البوسفور إلى أحد الموانئ، حيث سيتم تفتيشها ثم تتجه بعد ذلك إلى وجهاتها. أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة. وخلال مؤتمر صحفي أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية في مواجهة جدري القردة، موضحا أن الخطر في العالم معتدل نسبيا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا. أضاف أدهانوم أن المنظمة تستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لديها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه أطلق على مستوى أو إطلاق حالة التأهب على أعلى مستوى لمواجهة تفشي المرض هذا. وقد أصاب جدري القردة حتى الآن نحو 17,000 شخص من 74 بلدا وفق ما تم إعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية. بعد الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدر القردة منذ مايو الماضي خارج بلدان وسط وغرب أفريقيا وانتشاره في كل أنحاء العالم، بات الوضع مقلقاً بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية من خطر الفيروس. تحذيرات عدة أطلقتها الصحة العالمية من انتشار الفيروس، ففي أول اجتماع عقد في يونيو الماضي أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة العالمية حال طوارئ صحية، حالة طوارئ صحية قد تثير قلقاً دولياً. وخلال اجتماع سابق للجنة الخبراء كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه لا يزال قلقاً من انتشار المرض حتى لو انخفضت نسبة الانتشار في بعض الأماكن. تأتي التحذيرات بعد أن درست لجنة الطوارئ المؤشرات الوبائية لتحديد أفضل السبل لكبح الوضع الصحي الآخذ في التفاقم، ولا تزال دول عدة تسجل حالات إصابة بجدر القردة آخرها الولايات المتحدة، إذ أعلنت السلطات الصحية الأمريكية رصد أول إصابتين بمرض جدر القردة بين الأطفال. وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد سجلت أكثر من 15,300 إصابة بجدر القردة في 72 دولة حتى 20 من الشهر الجاري. نشرتنا متواصلة معكم وفيها: فرنسا تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد العام المقبل مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية. قالت وزارة المالية الفرنسية إن النمو الاقتصادي الفرنسي سيتباطأ بشكل حاد العام المقبل مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ما يؤخر إحراز تقدم بشأن عجز ميزانية القطاع العام في فرنسا. هذا وتوقعت وزارة المالية الفرنسية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من 2.5% 2022 إلى 1.4% في 2023.
أكد صندوق النقد الدولي أن قطع الغاز عن ألمانيا يجعلها تخسر 3% من الناتج الإجمالي المحلي. يأتي ذلك في ظل ضبابية استمرار الإمدادات الروسية من الطاقة إلى أوروبا. تعهدت ليز تراس المرشحة لخلافة بوريس جونسون وتولي رئاسة الحكومة البريطانية بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية التي لا تزال سارية في بريطانيا، ذلك بحلول عام 2023، ذلك إذا فازت في السباق على زعامة حزب المحافظين. وتتقدم وزيرة الخارجية تراس على وزير المالية السابق ريشي سوناك في السباق للفوز بأصوات أعضاء حزب المحافظين والذين سيصوتون اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد. هذا وقد وصف سوناك نفسه بأنه الطرف الأضعف في السباق على منصب رئيس وزراء بريطانيا، ورغم أنه تصدر جميع جولات التصويت بين نواب الحزب، إلا أن تراس تمتلك الأفضلية حتى الآن لدى أعضاء الحزب الحاكم. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة رينتون بولاية واشنطن. وذكرت شرطة رينتون على تويتر ذكرت أن تحقيقا أوليا يشير إلى أن نزاعا وقع بين حشد كبير أدى إلى إطلاق نار، لافتة إلى أن التحقيقات متواصلة في الحادث. هذا وقد أدت سلسلة حوادث مماثلة منذ مايو الماضي إلى تجدد الجدل بصورة محتدمة في الولايات المتحدة حول تنظيم حيازة السلاح. نجا رئيس الوزراء التايلاندي باريوت تشان أوتشا من تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ذلك بعد حصوله على دعم كاف من النواب. وبذلك قد اجتاز رئيس الوزراء التايلاندي آخر اختبار رئيسي له قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في غضون 11 شهر المقبل. ناقش مجلس الوزراء السريلانكي الجديد الذي اجتمع لأول مرة في عهد الرئيس المنتخب حديثا رائيل ويكرمسينجا سبل عودة البلاد إلى طبيعتها في غضون أسبوع من خلال تنظيم وظائف المؤسسات الحكومية. ودعا رئيس الوزراء لاجتماع حيث تم إبلاغهم بأنه تم تأمين وقود يكفي لمدة شهر واحد، وبالتالي يجب الإسراع في التوزيع بموجب نظام الحصص. وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذا تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، وبات الإفلاس وشيكا. يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود، حيث أصبحت كذلك الأدوية شحيحة. نظمت قافلة طبية بالوحدة الصحية في حلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان على 179 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. كما جاءت مبادرة حياة كريمة التي غيرت شكل الحياة في مصر، خاصة في قرى الريف، لتكفل لمواطنيها حياة آمنة تليق بهم في عصر الجمهورية الجديدة. قرية تنسا بني مالو بمحافظة بني سويف طالتها ثمار تلك الحياة بمجموعة من المشروعات القومية والتنموية. جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتضيء قرى محافظة مصر وتحول شكل الريف وترفع جودة الحياة لنحو 60% من المواطنين المصريين من قاطني قرى ونجوع الوطن. بعد أن كان حلم أصبح حقيقة وبدأ المصريون حصد ثمار المبادرة، ففي قرية طنسا بني مالو بمركز بباب بمحافظة بني سويف، والتي كانت في السابق يعاني أهلها من نقص الخدمات الأساسية، يحتفل اليوم قاطنيها بانتهاء تنفيذ عدد كبير من مشروعات حياة كريمة داخل قريتهم، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المركز التكنولوجي ونقطة إسعاف والوحدة البيطرية ومدرسة طنسا الابتدائية بنات،
وتبطين الترع والجمعية الزراعية وتدعيم الكهرباء بمحاولات جديدة وأعمدة إنارة. الحمد لله الحلم اتحقق. طبعا سيادة الرئيس قال احلموا وإن شاء الله بعون الله هننفذ حلمكم، والحمد لله الحلم اتحقق. مجمع الخدمات ده بمثابة عاصمة لقرية طنسة. قرية طنسة دي قرية أم فيها 13 قرية و26 تابع. مجمع الخدمات ده فيه سجل مدني، فيه بريد، فيه شهر عقاري، فيه مركز تكنولوجي. طبعا المجمع ده بيخدم يعتبر 30 قرية 40 قرية، 13 قرية و26 تابع. نشكر الرئيس اللي هو وفرنا المية وبنالنا مساكن حلوة وبنالنا مدارس وبنالنا مستشفيات وكل حاجة، الحمد لله رب العالمين. المواطنون في القرية عبروا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على تحويل حلمهم إلى حقيقة، وذلك بعد تنفيذ تلك المشروعات في فترة بسيطة وتنفيذ كافة مطالبهم لتتحول قريتهم إلى قرية نموذجية من كافة الخدمات. بتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي رئيس الوزراء، وبشكر السيد محافظ بني سويف بالنسبة للمجهودات العظيمة اللي هم بذلوها في كل محافظة بني سويف وفي كل مراكز محافظة بني سويف من المشاريع العظيمة العملاقة اللي بتتعمل وبتتم في كل جميع أنحاء الجمهورية. وعندنا في قرية طنسة بني مالو التابعة لمركز بيبا منها المدارس اللي تم إنشائها، وجميع الأهالي في القرية حاسين بكل المجهودات اللي بيعملها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القرية من مشاريع خاصة بالتعليم وغاز طبيعي وصرف صحي وكل المشاريع اللي في أنحاء الجمهورية. طبعا نشكر الرئيس الزعيم السيسي زعيم العرب لأنه فعلا وفر لنا حياة كريمة، وأول حاجة فعلا نجحت معانا هنا ولاحظناها اللي هي المية، لأن فعلا المية دي نبع الحياة زي ما بيقولوا، وكانوا بخوفونا منها بيقول لك هتتقطع المية هتتقطع المية. بمجهوده وبفكره وصلنا المية لحد عندنا اهو ان شاء الله في الطبطين. اول ما بيفتحوا من عند بيبا في 10 دقايق بتوصل، اول كانت بتوصل بعد يوم واثنين لان كان فعلا في انسدادات وكان في طينه وفي بتاع، ما شاء الله عملنا حاجات حلوه اهي. فعلا اكرمنا ربنا ان احنا في شهر 7 ده كنا بنعاني، فعلا بنعاني وكل الناس عارفه الكلام ده، كنا بنعاني من المية من قله المية وكان الشام عندنا بيبوظ. والله في شهر 7 ده ما كنا بنلقى بقوا مية، والمية بيضة ضغط 24 ساعة، والمية زي الفل، وكل حاجة عملها الرئيس كلها زي الفل، وكل حاجة الحمد لله ربنا كرمنا بو حياة كريمة، وهي كريمة فعلا، والطبطين والمية وكل حاجة. ما يجرى على أرض قرى مصر من مشروعات يساهم في بناء قرى عصرية بشكل يليق بالمواطن المصري صانع الحضارات. والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد وإلى آية كفوري. لك آية. شكرا حكمة، شكرا هبة. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أقامت هيئة المحطة النووية لتوليد الكهرباء فعالية هندسية للإعلان عن بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالثورة المصرية في 30 من يونيو و 23 من يوليو. ويمثل حدث الصبة الخرسانية الأولى حدثا هاما في مسار تنفيذ المشروع وانتقال مصر لأول مرة من دولة تخطط لإنشاء محطات طاقة نووية والدخول في مصاف الدول التي تنشئ محطات نووية طبقا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعد تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء عنصرا مهما في المحاور الرئيسية ضمن رؤية مصر 2030، وذلك من خلال توليد كهرباء بدون انبعاثات كربونية وبسعر تنافسي.
تم انجاز خطوات هامه في مجال انشاء المحطه النوويه المصريه الاولى بالضبعه، والتي تتكون من 4 وحدات نوويه بقدره اجماليه تبلغ 4800 ميجا وات بالتعاون مع الجانب الروسي. وفي ضوء تقدم اعمال تنفيذ مشروع المحطه النوويه بالضبعه طبقا للمخطط الزمني المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئه المحطات النوويه لتوليد الكهرباء بتاريخ 29/6/2022 من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية لمحطة الضبعة السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. وقد جاء الحصول على إذن الإنشاء تزامنا مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو المجيدة. من جانبه أكد أليكسي ليخاتشوف المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الذرية روز آتوم أن روسيا تقدم لمصر أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها أماناً. نقدم لمصر أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها اختباراً وثباتاً، وقد قمنا بالفعل على أساس طراز تصميم المفاعل VVR-1200 ببناء 6 وحدات للطاقة النووية في روسيا وخارجها، ونقوم حالياً ببناء 10 وحدات أخرى، وبدأ من هذا اليوم يمكننا أن نقول 11 وحدة. نحن نقدم لمصر أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها أماناً واختباراً وثباتاً، وكذلك مما سيساهم في تدريب الكوادر المصرية. من جهته قال أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن مشروع الضبعة يعبر عن الإرادة المصرية التي لا تلين. تحقيقا للإرادة المصرية في عزيمة وإصرار لا يلين للبدء في تنفيذ هذا البرنامج النووي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية، نشهد سويا هذا الحدث الهام وهذه اللحظة التاريخية الغير مسبوقة على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية بالطبع، وهو المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مشروع مصرف كيتشنر يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الأخرى. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع تتضمن إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث المشاركة في المشروع. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليسجل المعدن الأصفر 2727 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 846 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 987 جنيها، في حين سجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1128 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب 7869 جنيها. ومن أسواق المعادن النفيسة نذهب إلى أسواق البترول العالمية، حيث سجل سعر الخام الأمريكي انخفاضا ليهبط دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6%، ووصل السعر اليوم إلى 103 دولارات و20 سنتا للبرميل. أيضا هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7%، ووصل السعر اليوم إلى 94 دولارا و70 سنتا للبرميل. انخفضت أسعار أيضا المازوت عالميا بنسبة 3.12%، ووصل السعر إلى 3.41 دولارات لكل لتر. وامتدت الانخفاضات للغاز الطبيعي وانخفض بنسبة 4.63%، ووصل السعر اليوم إلى 8.30 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. ذكرت شركة نفط البصرة العراقية أن العراق لديها القدرة على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا هذا العام إذا طلب منه ذلك. وكشفت الشركة عن أن أغلب الزيادة ستأتي من حقل غرب القرن واحد الذي يعد واحدا من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يحتوي على احتياطات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل، في حين
ينتج نحو 550 ألف برميل يوميا. انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدينا، عودة مرة أخرى إلى هبة حسين وحكمة عبد الحميد، إليكم. أشكرك أيها. سجلت السلطات الصحية في اليابان 200 ألف حالة و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية، ذلك في ارتفاع قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية في ظل مواجهة البلاد الموجة السابعة من تفشي الفيروس. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابات الحرجة التي تخضع للعلاج بالمستشفيات بلغ 203 حالات. وقفتنا الرياضية الآن أيضا مع يا كفوري. شكرا لكم، ولأن محليا وعالميا نتعرف على أخبار الرياضة. تعادل طلائع الجيش مع مصر للمقصة سلبية في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة ضمن منافسة الجولة 26 من عمر الدوري الممتاز. بهذه النتيجة السلبية ارتفع رصيد الطلائع إلى 38 نقطة، محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد المقصة إلى 15 نقطة ليبقى متذيلا جدول مسابقة الدوري العام. وتجري الآن مباراة البنك الأهلي ونادي فيوتشر على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل نادي البنك الأهلي المركز السادس برصيد 37 نقطة، بينما يحتل نادي فيوتشر المركز الرابع برصيد 48 نقطة. يلتقي فريق الأهلي غدا مع الجونة على استاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز، وذلك في الساعة 6:30 مساء، كما يواجه غدا الإسماعيلي ضيفه فريق بيراميدز على استاد الإسماعيلية في نفس التوقيت. وفي إطار منافسات نفس الجولة يلتقي غدا فريق الزمالك وفريق سموحة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9 مساء. توج منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئات تحت 15 عاما ببطولة أفريقيا لكرة تنس الطاولة بعد فوزه على نظيره منتخب تونس بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة راتس التونسية. وشهدت المباراة النهائية منافسة قوية بين لاعبات منتخب مصر وتونس، حيث مثلت مصر في البطولة اللاعبات هنا جودة وحبيب البسومي ورسل فتحي ولان حازم تحت قيادة المدير الفني هشام إسماعيل. وفي سباقات السرعة وضعت شارل لوكلير فريقه فراري في المقدمة في سباق جائزة فرنسا الكبرى، بينما سينضم ماكس فيرستابن سائق ريد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات لمنافسي على اللقب في الصف الأمامي غدا. وسجل لوكلير دقيقة 31 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، وذلك بفارق 30 جزءا من الثانية عن أفضل زمن حققه فيرستابن. يأتي هذا في حين احتل سيرجيو بيريز سائق ريد بول المركز الثالث، وسيكمل البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات الصف الثاني. And P1. انتهت أخبارنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى حكمة وهبة، إليكم. شكرا لك أيها.
أجلت السلطات اليونانية سياحاً وسكاناً من منتجع في جزيرة لاسبوس بعدما اندمر حريق غابات منازل في قرية فاتارا، حيث تم نشر رجال الإطفاء وتسع طائرات ومروحية لمكافحة الحريق. وكان حريق غابات قد اندلع في جبال قرب أثينا الأسبوع الماضي وألحق أضراراً بعدد من المنازل وأجبر مئات الأشخاص على الفرار، فيما وصفته السلطات بأنه أحد أصعب فصول الصيف التي مرت على حوض البحر المتوسط. وفي العام الماضي أتت النيران على نحو 300 ألف فدان من الغابات والأدغال في أنحاء اليونان خلال أسوأ موجة حارة في البلاد منذ 30 عاما. الأرصاد الجوية والطقس. آية كفوري في وقفة أخيرة لك. آية شكرا لكم، والآن نتعرف على أحوال الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن محافظة الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى 36، الصغرى 25، الإسكندرية 32 24، مطروح 30 23، وبورسعيد 23 25، والإسماعيلية 38 25. نذهب بعد إلى السويس العظمى 37، الصغرى 25، العريش 33 24، طبا 36 25، شرم الشيخ 39 29، والغردقة 38 28. أيضا الأقصر العظمى 42، الصغرى 27، أسوان 43 28، الوادي الجديد 41 27، شلاتين 38 26، وحلايب أخيرا العظمى 36 والصغرى 27. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن مشاهدينا نتابع أبرز الأخبار اليوم. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن ثورة يوليو ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته، ويقول إن تاريخ القوات المسلحة سيظل حافلا بالبطولات. رئيس الوزراء المجري يدعو إلى محادثات روسية أمريكية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا. منظمة الصحة تعلن جدري القردة حالة طوارئ عالمية وأعلى مستوى من التأهب لمواجهة المرض.
إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. وهدير أبو زيد، مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا هبة، ومساء الخير يا حافظ. ممكن تكون سنة وانتم طيبين. وانت طيبة. بشكر كل صناع نشرة التاسعة في القناة الأولى، واستأذنكم نبدأ برنامج التاسعة. شكرا.